موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. قاعدة التالية: قال الشيخ السعدي: الأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم، تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. قال يعني أن الأصل في هذه الأشياء التحريم حتى نتيقن الحل. قال: فالأصل في الأبضاع التحريم، والأبضاع وطء النساء، يعني بيكن بها عن وطء النساء، وإلا هي أيضا أحيانا يقصد بالبضع الفرج ذاته. فلا يحل إلا بيقين الحل، فلا يحل إلا بيقين الحل، إما بنكاح صحيح أو ملك يمين. قال: وكذلك اللحوم. طيب، ناخذ القاعدة الأولانية وهي الأصل في الأبضاع التحريم. الأصل في الأبضاع التحريم. هذه القاعدة دليلها قول الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فالشاهد منها أن الأصل فيها التحريم على كل الناس إلا ما شرع الله سبحانه وتعالى. وأيضا من الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء فإنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله. فإنكم استحللتم، هو ده الشاهد، استحللتم، يبقى الأصل ماذا؟ التحريم. نعم، رواه مسلم. ثم قال: وكذلك اللحوم، الأصل فيها التحريم حتى يتيقن الحل. يقول: ولهذا إذا اجتمع في الذبيحة سببان، مبيح ومحرم، غلب التحريم، فلا يحل المذبوح والمصيد، فلو رماه أو ذبحه بآلة مسمومة، أو رماه فوقع في ماء، أو وطئه شيء يقتل مثله غالبا فلا يحل. هذه القاعدة في الحقيقة الراجح خلافها، الراجح خلافها، وهذه من القواعد التي يختلف فيها العلماء كقاعدة فقهية، والراجح خلاف هذه القاعدة. والمقصود بخلافها يعني ماذا؟ الأصل في اللحوم الحل وليس التحريم. أما الدليل على ذلك، هذا مذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور. والدليل على ذلك قول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا إلى آخر الآية. إذن الله عز وجل ذكر لنا من بين المحرمات الميتة، مش كده؟ يبقى هذا فيه دليل على أنها قبل أن تموت لم تكن إيش؟ محرمة. فالأصل في اللحوم أصلا الإيش؟ الإباحة، إلا ما طرأ عليه سبب يمنعه من الإيش؟ من الإباحة. ومن الأدلة على ذلك أيضا قول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. فخص الله لحوما معينة، فدل على أن غيرها الأصل فيه تحريم، وهذه مستثناة، أسف، الأصل فيه الحل والإباحة. فالشاهد من ذلك يعني أنه لما حصر المحرم من اللحوم دل على أن الأصل الحل والإباحة. ويؤيد ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اللحوم التي يؤتى بها إليهم من بلاد لا يدرون أذكر اسم الله عليها أم لا. الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: اذكروا اسم الله عليها أولا، اذكروا اسم الله عليها أولا، يعني سموا اسم الله عليها وكلوها. هذا يشير بل يدل صراحة على
أن الأصل فيها التحريم، ما لم يكن عندكم علم يقيني، أسف الأصل فيها الإباحة والحل، ما لم يكن عندكم يقين ودليل على ماذا؟ على التحريم، بدليل أنه قال لهم ماذا؟ سموا الله وكلوا. نعم. من أين أتيت بكلمة الأصل في بلاد الكفر عدم الذبح؟ اليهود يذبحون. من قال لك ذلك؟ اليهود لا بد أن يذكروا، ده عندهم في أحكامهم. اليهود ما بيقولوش تسليس، النصارى. إذن هذا إذا علمت أنه ذكر غير اسم الله عليها عند ذلك تكون ماذا؟ تحولت من أصلها إلى الحكم الطارئ الجديد بسبب اللي هو سمى بالتثليث، بسبب ان هو فعل اي سبب من الاسباب التي تجعلها تتحول الى الحرمه. نعم. امسكنا الكلاب الحيوانات اللي هي انت بترسلها تمسك عليك. انا مش عايزكم تقلبوا الموضوع درس فقهي، ما احنا لو درس فقهي هنقعد 10 ساعات 20 ساعه دلوقتي عم نخلص. نعم. ها؟ قواعد نفسها. احنا دلوقتي قلنا الاصل في الابضاع التحريم، واللي هو الثانيه اللي هي الاصل في اللحوم التحريم، الراجح فيها وهو قول الجمهور الاصل في اللحوم الحل والاباحه. قال وكذلك، قال في الشرح، قال وكذلك الاصل في المعصوم وهو المسلم او المعاهد تحريم دمه وماله وعرضه، فلا تباح إلا بحق. فإذا زال الأصل إما بردة المسلم أو زنا المحصن أو قتل نفس أو نقض المعاهد العهد حل قتله. يبقى إذن هذه القاعدة الثالثة هنا هي قاعدة الأصل في النفوس المعصومة التحريم، الأصل في النفوس المعصومة التحريم. نعم. وهذه القاعدة يدل عليها قول الله تعالى، نعم، وهذه القاعدة يدل عليها قول الله تعالى: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، لأن الأصل فيها ماذا؟ التحريم. نعم. الفرقان 68. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. يبقى قبل الثلاث دول كان محرما هذا الدم. نعم. المسلم والمعصوم عموما. نعم. قال الشيخ السعدي: وكذلك إذا جنى الإنسان جناية توجب قطع عضو أو توجب عقوبة أو مالا حل منه بقدر ما يقابل تلك الجناية، كإذا قطع عضوا أو سرق ونحوه. بيقول: وكذلك إذا جنى الإنسان جناية توجب قطع عضو. يبقى يقصد هنا ماذا؟ إنه في هذه الحال هنقطع إيش؟ عضوا منه، لكن إذا لم يفعل الجناية فالأصل ماذا؟ حرمة قطع هذا العضو. نعم. أو توجب عقوبة أو مالا حل منه بقدر ما يقابل تلك الجناية. يبقى قبل الجناية هو معصوم، لا يقطع لعضو ولا شيء من ذلك. قال: كذا قطع إذا قطع عضوا أو سرق ونحوه. كذلك المال، وعليه نستطيع هنا أن نضيف كذلك الأصل في الأموال ماذا؟ أيضا التحريم. أصل في الأموال المعصومة التحريم، مال المسلم ومال المعاهد ونحو ذلك، الأصل فيها التحريم. نعم. قال في الشرح: وكذا إذا استدان وامتنع من الوفاء فيؤخذ من ماله بقدر ذلك. يبقى هذا المال الأصل في التحريم، لكن متى نتجاوز إلى ماله؟ إذا استدان وامتنع عن الوفاء أو نحو ذلك. قال: سواء كان الدين لله أو للخلق. لله يعني زي إيه؟ الزكاة مثلا،
أو نفقة للأقارب والمماليك والبهائم والضيف ونحوه. طيب، فإذا إن بعض العلماء يذكرون قاعدة على نفس المنوال، قاعدة على نفس المنوال، وهي الأصل في الأعراض التحريم، الأصل في الأعراض التحريم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام. وعليه الأصل في أعراض المسلمين والأعراض المحترمة عموما التحريم، لا يجوز أن نتناول أعراضهم إلا بدليل. ويدل على ذلك قول الله عز وجل: كذلك يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، لا يسخر قوم من قوم، هذا تحريم لتناول الأعراض. نعم. وغير المسلمين المحترمين المعصومين، يعني لو مثلا في ذمي أنا أتناول عرضه، لا أتناول عرضه إلا إن كان في مصلحة من ذلك، كمثل المسلم نفس الكلام. يعني لو أنا امرأة ذمية، هل يجوز لي أن أقول هذه المرأة الذمية زانية، هذا الرجل الذمي فاجر، هذا الرجل الذمي سارق، هل يجوز هذا؟ إذا لم يكن هناك بينة على ذلك فلا يجوز. كذلك كالمسلم. نعم.